بعد كارثة الزلزال الذي ضرب مدينة حلب ولجوء العديد من العائلات التي فقدت منازلها إلى مراكز الإيواء، كان لابد من برامج خاصة للدعم النفسي للأطفال والنساء من خلال الفرق الطبية والجمعيات المختصة والمبادرات الأهلية والحكومية. من هذه البرامج المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون، والتي هدفها إخراج الأهالي من حالة الخوف والهلع الذي أصابهم بسبب الزلزال. مركزنا يعتبر مكان استضافي رائع ومثالي، في التزام، في نظافة، في ترتيب، في تنظيم. نحن طبعا مستضيفين 69 عائلة، حوالي 200 شخص، منقدم لهم كل الرعاية الكافية ومنعتبرهم أهلنا. هو يوم تفاعلي مع الأطفال، كتير حابين نشتغل مع الأطفال في موضوع الدعم النفسي. الطفل يتأثر بشكل كبير جدا، فنحن بحاجة إنه نشتغل مع الأطفال ألعاب تفاعلية، رسومات، تعبير عن المشاعر، تحويل المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية، بالإضافة مثل ما شفت حضرتك في جلسة توعوية للأمهات، لأن الأم هي حاضنة. بمجرد استقرار الأم هي واستقرار للعائلة. نشاطات منوعة قدمت للأطفال تتضمن برامج ترفيهية ومسابقات ورسم وألعاب جماعية تفاعلية، إضافة إلى المحاضرات التوعوية للنساء والأمهات تنتج عنها تقديم خدمات عديدة بالإسعاف والعلاج والدعم النفسي. كل الفئات تأثرت بطريقة أو بأخرى بالكارثة الطبيعية اللي صارت عنا بسوريا بشكل عام وبحلب بشكل خاص. هلأ الخدمات اللي قدمنا هون إسعاف نفسي أولي، تسخيف نفسي، مشورة نفسية سريعة، إضافة إلى خدمة العلاج الدوائي. هن الأطفال أكثر فئة هشاشة في المجتمع، خلال أنشطة موجهة وألعاب تفاعلية، هو عبارة عن تفريغ المشاعر اللي كانت مكبوتة عندهم خلال الزلزال وبلش ولا تظهر عليهم. المبادرة استهدفت أكثر من 80 مركز إيواء، ووصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 10,000 شخص، عدا عن الزيارات المنزلية للعوائل التي تضررت من الزلزال بهدف دفعهم للتأقلم مع الحياة من جديد. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء.